سلام الغزالات ديالي، نتمنى تكونوا بخير، اموركم على خير، كي دوزتوا السيمانه كلها مزيانه. المهم البنات اليوم غادي نديكم معايا باش نتقداو، باش نصاوبوا واحد لاطارت اللي كتعجبني بزاف، طارت سيترون، واللي كنت خديت لا غوسيت من واحد الريستورون كاين في طنجه، الو بيتزا اللي كاين حدا التاكوس اللي في طنجه. المهم انا غنديكم معايا وغادي ناخد داكشي اللي غادي نحتاج المقادير، وغادي تشوفوهم بعينيكم. يلاه معايا. المهم البنات كما كتشوفوا انا وصلت المرجان، عرفتي كي الموت البرد، لقيت واحد البيجاما عند ماما في الدار لبستها هي اللي بقات عندي تما. المهم صراحه ما لقيتش هذاك اللي بغيت، دونك ما كاينش هنا، كاين في الغيون الاخر. انا غنمشي وغادي نشوف. المهم خليكم معايا. المهم البنات انا باش كنت مشيت كانوا قالوا لي كيصاوبوا سبيكولو، دونك نشوف فين هو. داك النهار عاد لقيتو كان غير هنايا، ها هو، ها هو البنات كما كتشوفوا كيجي لذيذ بزاف. ها هو البنات، الثمن ديالو 35 درهم. مهم نشوفوا دابا نستلي وصافي. ثاني حاجه غادي نحتاجو نستلي، نستلي العادي ماشي كاراميليزي. لا هو هذا، هو العادي حليب مركب صافي. و سيترون ان شاء الله غنلقاوه في الدار. فوالا البنات هادشي اللي غنحتاجو، نستلي. سلام البنات، المهم كما كتشوفوا انا راني ديجا طحنه واحد شويه، انا دابا غادي نطحن غير شويه باش نوريكم الطريقه. كما كتشوفوا كنستعمل الكاطو ديال سبيكولوز، لذيذ جدا البنات، انتم غادي تذوقوه غزال اصلا. غير هو كغاطو كيعجبني، كنزيدو عليه لو بوتي بلا البنات. المهم انا كنزيد عليه هاد لو بوتي بلا، بامكانكم تستعملوا ماريا ولا هيرنيس ولا اللي بغيتو اللي لقيتو في الدار. انا هذا كنت لقيتو دايرين فيه بروموسيون في مرجان وشريتو. فوالا البنات انا كنطحنو كلشي، كيخص البنات نطحنوه مزيان. مازال ما تطحن مزيان، غنزيد نطحن. فوالا دابا غادي نخوي كلشي مع داكشي اللي ديجا طحنت. اخ مخا هكاك مازال ما تطحنش مزيان، لقيت وحده مازال صحيحه. المهم غادي نخليها تنطحنها من بعد. دابا غادي نخوي كلشي تما. المهم البنات انا ديجا كنت مدوبه الزبده، واحد 3 د المعالق كبار ديال الزبده، غادي نزيد ونخويهم على هاد على البسكوي اللي ديجا انا طحنه. المهم نتوما عينكم ميزانكم، انا هنا درت 3 د المعالق باش كتولي معجنه شويه. انا ما كنبغيش ندير الزبده بزاف، انا نورمالمون راه خصني نزيد باش كتجي، باش كتجي عاق زعما عاقده ولا ما شنو كيقولوا لها. المهم انا غير باش نقدر نفرشها وصافي، باش ما يكونوش لي كالوري بزاف وصافي. من بعد البنات ما كنخلطوا هذاك البسكوي مع الزبده مزيان، انا راه زدت واحد جوج معالق، يعني واحد 5 د المعالق ديال الزبده كتذوبيها، كتحطيها في المول وكتمعكيها كتفرشيها على هذه الطريقه. هذه كما شفتوا معايا كيجي كروكون ولذيذ البنات، عرفتي كيحمق. انا غير بلا هذاك وبقيت كناكل. كتفرشوها على هاد الطريقه هاد. المهم البنات بالنسبه للخليط الثاني كما كتشوفوا معايا كنحتاجو الحامض. انا الحامض شط لي واحد شويه ديجا خويته في البول. كنحتاجو الحليب المركز نستلي. المهم كنبداو اول حاجه كنحلو نستلي كنخويوه.
اللي بغيت نقول لكم البنات، عرفتي ديروا اتونسون مع الناس اللي عرفتي كيبقى بزاف ما كيتخوش فاسيلمون. انا داك النهار تا ساليت وخويته ولقيت خليت الطاسه عامره، دونك حاولوا تخويوها مزيان حيت كتبقى لاصقه في الجناب حتى الغطايه ما مفكاش. عرفتي البنات كيجي لذيذ بزاف. انا ديجا كيعجبني الحامض، كتعجبني اي حاجه حامضه. قطروها البنات. المهم البنات كما كتشوفوا انا غنبدا نخدمه ونخوي عليه الحامض هكا وغنحاول نخلطهم ولا على هذه الطريقه هذه. خلطوه مزيان البنات باش يدخلوا في بعضياتهم. هي الصراحه راني كثرت الحامض هاد المره، مازال غنزيد واحد شويه حيت بان لي ناس اللي مازال عامر. غادي نخوي عليه داك الحامض ونخلطو ونزيد نخوي ما مفكاش، حيت المره اللي فاتت كما قلت لكم البنات خليت هذاك نتا ساليت ولاحظت باللي بقى كله نصو تما. المهم البنات هانتوما بقاو اسقاو تخدموه على هاد الطريقه هذه حتى يدخل في بعضياتهم داك الحامض. المهم البنات كما كتشوفوا الخليط ديالنا وجد، كنخويوه على هذاك البسكويت الزبده اللي كنكون اللي كنكونوا ديجا خشيناه في الثلاجه واحد شويه غير باش يشد راسو وصافي. المهم بعد ما كنخوي عليه الخليط الثاني ديال النستلي والحامض صافي كنقادوه وكنديروه في الثلاجه وكيبرد وبصحه والراحه. صراحه كيجي المذاق رائع 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 جدا، وهانتوما غادي تذوقوها ان شاء الله وغادي تشوفوا. صراحه انا هاد لا غوسيت خديتها من الو بيتزا اللي كاينه في طنجه حدا التاكوس ديال بروكسل. بصحتكم وراحتكم.